ما اتوقع ان الجماهير يت كذي فبال عنك كثير. تدري رمضان والعيال عيال هالوقت يحبون هالشغلات هذه. فين صابون وعلوج؟ بغلاوه. نبي كلنس ما لقينا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين واسعد الله اوقاتكم بكل خير. استطلاعنا الرمضاني لهذا اليوم راح يكون عن طبق الخير الذي اقامته جمعيه الروضه وحولي التعاونيه. تعالوا نرى ماذا يوجد في هذا الطبق. طبق الروضة الخير الحقيقة يقام ضمن برنامج أهل رمضان الذي تقيم جمعية الروضة وحولي التعاونية، وهو الآن خاتمة النشاط، حيث يقام هذا الطبق لصالح أسر الأسرى والشهداء. وسيتقيم الحقيقة الجمعية بالتعاون مع مكتب الشهيد واللجنة الوطنية للأسرى لتوزيع ريع هذا النشاط إن شاء الله. ما مدى إقبال المواطنين للمشاركة في هذا الطبق، خاصة وأن ريع مثل ما قلت لأسر شهدائنا وأسرانا؟ الحقيقة يعني الإقبال يعني منقطع النظير، ويعني هذا ليس غريب على أهالي الكويت، والتجاوب جدا يعني يفرح الصدر ويسر الخاطر، وبالتالي يعني هذا الحقيقة يشجعنا على أن نقيم إن شاء الله أنشطة أخرى في المستقبل بإذن الله. بالنسبة حق الطبخات الأهالي والأكلات الكويتية كانت متوفرة بكثرة موجودة ني؟ والله الحقيقة يعني كان التجاوب مثل ما قلت لك طيب، وكان البيوت الحقيقة عامرة وأحضرت الأكلات الشعبية والأكلات اللي يعني متداولة في البلد الحقيقة، وهذا يعني شيء طيب الحقيقة نشكرهم عليه. مرحبا اخوي. دينار وربع، اهلا وسهلا. احنا بنعطلك شوي عن دينار وربع. انت الحين طبق الخير، شنو اكثر شيء بعته من الحين؟ والله صراحه ما اتوقع ان الطلب كان علينا كثير، واكثر الاشياء اللي بعناها الحلويات وكثر والعصير معصير، ف يعني ما اتوقع ان الجماهير يت كذي فبال عنك كثير. يعني انت قاعد تبيع هذا كله طبق معمول داخل البيوت يعني ولا الشركات؟ شركات، وفي ان شاء الله ما قصروا اهالي المنطقه واهالي يعني ديرة نيابوا أكثر شيء من البيوت. شلون طلب على الأكل مال البيوت؟ والله صراحة ما أقول لك ما توقعنا من أول ما يو، يعني جماهير إن شاء الله وايد حتى مو ملحقين، في أشياء كلها راحت إن شاء الله. شنو اللي أكثر شيء شنو كان موجود يعني بالشغلات اللي يبوها لكم هني شنو؟ والله مشكلة من المرطبات والعصير والحلويات أكثر شيء. الأكلات الكويتية شنو كانت؟ الأكلات الكويتية والله كانت الكيكة والقلقيمات هالسوالف هذه مالت رمضان. كم كنتوا تبيعونها؟ والله برخص، والله كنا يعني أشياء رمزية. والله شاري تدري مواد غذائية. هذه أكلات كويتية؟ إي نعم. شنو شو سامية تعرفهم؟ هذه كبة برغل، وشاري الله يسلمك. كبة البرغل هذه كم واحدة شاري؟ والله شاري 5. تدري رمضان والعيال عيال هالوقت يحبون هالشغلات هذه، فالعيوش والعيوش ورمضان صعبه شويه. زين لو سالناك اخوي، انت تدري رايح طبق الخير وين راح يروح؟ اي والله رايح هذا كله حق اسر الشهداء. والله شرينا كل شيء موجود الصراحه، الحلويات والكيك والشامبوات والعصير. في ماكولات كويتيه وانتم حريم، شلون الطبخ هني؟ شلون صارت؟ لا والله طبق بالعكس، انا حسبت يعني من لابجيت وبالعكس يعني طلع شو اقول لك احسن من لعب جيت بعد. اختي عارف ان الفلوس اللي دفعتوها حق طبق الخير وين راح تروح؟ اي راح تروح حق اسر حق اسر الشهداء والاسرى. شريتوا اكثر من حاجتكم؟ والله شرينا شيء مو محتاجين اخذنا. شاري حلويات. بكم اشتريتيها؟ بنص دينار. زين تدرين الفلوس اللي دفعتيها وين راح تروح؟ حق الأسرة والشهداء، أهالي الأسرة والشهداء. شنو هذا اللي اشتريتي؟ شنو؟ حلويات. شو يسمونها الحلويات هذه؟ بغلاوة.
تنزيلات 2.25. يلا تنزيلات 2.25. مرحبا اخوي. هلا ابوي. طبق الخير صار تنزيلات؟ اي والله اخر ليل تدري بعد باجيه اساس يمشي حق تدري ريعه حق اسر الشهداء والمفقودين. شلون اقبل الناس عليكم؟ والله الحمد لله يعني مثل ما انت شايف يعني الاكثر الموجود راح مشى فالاقبال جيد ممتاز. تدري الكويت دائما يحبون الخير وفعل الخير طبعا الحمد لله رب العالمين يعني. مرحبا اخوي. مرحبتين يا اهلا. قاعد تقول 2.25 بكم كنت تبيعه بدايه طبق الخير؟ والله على دينار ونص. والحين بكم؟ الحين خلينا كله 2.25. هذا كله طبخ الاهالي طبخ البيوت؟ اي والله كله معمول من طرف البيوت. شريت كل هذول. ايش حقك للاغراض هذه اشتريتها؟ والله عشان اسام حق اطفال الاسرى واطفال الشهداء. يعني انت اشتريت اكثر من حاجتك عشان اطفال شهدانا واسرانا؟ اي نعم، مو شاري من حقي انا، عشان اطفال اسرى وشهداء. شكرا. عفوا. ايش حق شاري حلويات وايد؟ شريت حق الأسرة عشان من طبق الخير عشان حق الأسرة. شنو اشتريتي؟ شريت تشيز قرقعان وكيك. مشارك نشتري منه لأنه بتنزيلات. تسلم. زين يبقى لو سألناك ندري ان ريع هذا السوق حق اهل الاسر الشهداء والمفقودين والاسر؟ والله ما درينا على قفله هنا ولا قاعد يبيعون ولا ندري عنهم. ايه وشرينا مع الجماعه. شنو اهم شيء؟ شنو اهم شيء دورت عليه اشتريته؟ شنو مخلص ولا اللي نبي ما لقينا؟ شنو كنت تبيه؟ الموجود نبي كل الناس ما لقينا، باعوا رخيص ما لقينا ما لحقنا عليه. ايه الحين لحقت على شنو؟ شنو اشتريت؟ الموجود هالحلويات ولحقنا على عرناس. هذا اللي لحقنا عليه بس، والباقي خلص ولا كان شرينا. شكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وفي النهايه تقبلوا تحيات الزملاء سالم الوطيان ومحمد المطيري من الكاميرات المحموله. حتى نلتقي لكم تحيات أسرة البرنامج، مع السلامة.